شباب وصبايا بلدي الكرام، معاكم ثائر قزل المرشح الرئاسي. من هون من هاي الزقاقات والحارات بلش كل شيء، بلش الحلم، بلش التخطيط، بلشت الرؤية. شايفين مثلي إنه إجا الوقت اللي نحط الجرافات على جنب ونترك العائلية والمخترة؟ شايفين مثلي إنه المستقبل صار على عاتقنا وعلى مسؤوليتنا وصار لازم نتحرك ونحط صوتنا ونأثر؟ شباب وصبايا، إجيت اليوم لحتى أدعيكم واحد واحد، مش بس عشان تشاركونا المسيرة، وإنما لنصنع مسيرة التغيير سوا ونبني إحنا وإياكم والأجيال القادمة مستقبل أفضل. بدعيكم تشاركوني في مسيرة حافلة رح تقودوا فيها بنظرتكم الوعدة مسيرة التغيير، لنصنع من المغار عاصمة الجليل بالفعل وعن حق وحقيقة. تعالوا معي نرتقي بالحضارة، بالخدمات، بالمؤسسات، بالرياضة، بالتربية والتعليم، بالسياحة، ونبني من جديد الثقة بين المواطن والسلطة المحلية. هات إيدكو لنحقق خطة تقدمنا ونحط بصمة عمل ونكتب من جديد قصة بلدنا. مسيرة التغيير بديت وظللها بس 100 يوم، ومعكن أكيد رح نخلق عهد جديد.